أهلا بكم من جديد. فريق دنيا الصحافة وكما عودكم دائما يتابع أهم القضايا التي تهم جميع المواطنين ومتابعة لنا لواقع الخدمات المقدمة وسط العاصمة عمان وتحديدا في جبل المنارة. يعيش سكان شارع الحر ابن عبد الرحمن الذين يزيدون عن 70 أسرة مشكلة بيئية خدمية واجتماعية، إذ تنتشر الحفر الامتصاصية هناك، وما أثار المشكلة هي الأعمال الإنشائية على الشارع الأسفل منهم والتي أحدثت صدعا في إحدى الحفر الامتصاصية. إذن ننتقل الآن إلى الزميل ربيع صعوب المتواجد هناك حاليا ليرصد لنا المشكلة، لكن اسمحوا لي بداية بالترحيب بالمهندس جريز دبابنة مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة مياه هنا. مهندس جريز صباح الخير. أهلين، صباح الخير يا أهلين، مرحبا. الله يسعد صباحك، شكرا لانضمامك لدنيا الصحافة. خليك معنا لننتقل للزميل ربيع صعوب المتواجد في الميدان ورح نعود لإلك عشان تعلقنا على الموضوع. ربيع صباح الخير. صباح الخير علي، صباح الخير لكل المشاهدين. طبعا رؤية ما زالت مستمرة بمواكبة جميع هموم المواطنين والمشاكل التي تحيط بهم، ونحن الآن من جبل المنارة كما تحدثت علي في مقدمتك في شارع الحر بن عبد الرحمن تحديدا. هناك أكثر من 70 أسرة هنا بدون خدمات صرف صحي، ويعني معاناتهم بدأت من وجود الحفر الامتصاصية ووجود تسربات فيها، مما خلق بعض المشاكل بين الجيران أيضا من هذه المنطقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا أحد سكان هذه المنطقة، معنا أبو حسن. أبو حسن صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أبو حسن، تحكي لنا أكثر عن معاناتكم من هذه المشكلة، من عدم وجود خدمات صرف صحي. والله نعاني من مشكلة الصرف الصحي من 10 سنوات، ونحن بنقدم طلبات وشكاوى لشركة المياه، بياخذوا الطلبات بحطوها بالدروج ولا حدا برد، ونحن يعني مثل ما تقول هالمعاناة شديدة بالنسبة لنا، روائح ودفع فلوس، وكل 20 يوم بدنا نطلع نحط 30 دينار، وحفرتنا بتسرب على جارنا من وراء نتيجة الحفريات والحفرة، وصرنا 9 مرات ونحن رايحين عند المتصرف، كل ما سربت بياخذنا عند المتصرف وبقولوا انضحوها، وبدنا يعني مشكلة طويلة عريضة. فنرجو نحن من عطوفة المدير انه يعني وعدنا على الهواء امام الجمهور، داخلين على الله ثم عليك يا عطوفة المدير، انه توقف بجانبنا وتوعدنا ان شاء الله تعالى ان توجد لنا حل للمساله. نعم. وجزاك الله خير. طيب ابو حسن، من امتى هاي المشكله بتعانوا منها انتم؟ من 10 سنوات. الشارع اللي فوق مننا في صرف صحي، والشارع اللي تحت مننا في صرف صحي، ونحن في الوسط، ما يعني كاننا نعيش في منطقه يعني خارج العالم. فنرجو انه توجدوا لنا حل، والحل عندكم ان شاء الله ما تعدموا الحل. طيب شو سبب المشاكل بالحفر الامتصاصيه في الفتره الاخيره؟ السبب انه الحفريات، يعني لما كانت الارض ورا منا ما هي مبنيه، كانت مثل ما بتقول اذا سربت الحفره تسرب في الارض، اما لما اجوا حفروا فالجرافه صدعت الصخر وصدعت الحفره نفسها، وسربت المياه مباشره بعد ما سقبت سربت المياه، ورجعنا بعدين صبينا. والله انا صرت دافع حوالي 500 دينار صبيتها من الداخل وصبيتها من الخارج وصبيتها ارضيه، ومثل ما المتعهد اشار علي نفذنا، ومع ذلك ما في ثمره، وهي بمجرد ما سربت بروح بتصرف ببلغ المتصرف، والمتصرف يبلغنا انه والله، وتهديدات وتوقيعات، ومره بياخذ تعهد على 3000 ومره على 10000 ومره وحط فلوس تروحين وجايين وضياع وقت، ومشكله يعني ما لها حل الا عندكم. الله. طيب شو السبب حكوا لك ما في تمديدات صحيه لهذه المنطقه بالذات؟ يعني هم شو سببهم لما حكوا لك؟ قالوا انه والله تحت الدراسه، وبعدين بقولوا انه ما فيش فلوس. هذا السبب. واجونا مهندس من شركة المياه ومعه مخطط، وأشر في المخطط انه البنايات او الاسر اللي ما عنده صرف صحي، ووعدنا وقال تحت الدراسة، وجارنا بدها تمر من عنده بدها موافقة من رئاسة مجلس الوزراء يجيبوا لنا موافقة مشان الصرف الصحي، وشغلة وبتنام بعد ما بتحمى وبتهمد، بدها ملاحقة، بدها متابعة، وإن تابعناها ولا تكلمنا يعني بيطلعوا علينا. طيب معنا أحد سكان المنطقة أيضا نتعرف عليه. السلام عليكم، أبو نور. طيب أبو نور، تحكي لنا أكثر عن هذه المعاناة، يعني ومن أيمتى بالضبط أنت سكان هذه المنطقة؟ أنا سكان من 96 في المنطقة، وما عندنا صرف صحي نهائيا إلا عجور الامتصاصية، وبنتغلف في النضحة ومشاكل مع الجيران كل يوم الثاني، واحنا مشاكل مع بعض على التهريب على بعض جوارنا المي اثرت. احنا معانا مهندس جري السماوي من شركه مياه هنا، يعني شو بتقول له؟ هل رجعتوا؟ هو الان يعني على الاستوديو معنا. رجعنا
البلدية وغيرها الكل يجي يقولنا للسنة الجاي. شركة مياه هنا رجعتوها؟ والمياه كلها رجعناهم ما خلينا مكان. شو كان ردهم؟ يحكونا للسنة الجاي لما نحط لكم رصيد إلا هاي. وإيش يقول لك ما بنعملكوش هون مجاري. يعني منطقة وسط العاصمة محرمين من كل الخدمات هاي اللي هيك. نعم 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 علي، يعني كما سمعت وكما سمعت نسرين هذا هو حال السكان، يعني بانتظار رد المهندس دريس دبابنة. نعم شكرا ربيع، ما اختلفوا كتير يعني مهندس دريس دبابنة وسماوي كلنا قرايب، مش هيك؟ صباح الخير إلك. صباح الخير، أهلا. مهندس دريس، يعني المفهوم من الحوار إنه الشركة بالصورة من معاناة سكان هالمنطقة وبشعروا بإنه في إهمال تجاههم، فأنت سمعت حضرتك موجز للقضية وأكيد التفاصيل عندك، فمنحب نسمع منك تعليق. ستي الله يصبحكم الخير أنت والإخوة المشاهدين جميعا. أنا بدي أعلق على شغلة أول شيء عمومية، إحنا لا قلنا بدها رئاسة وزراء ولا قلنا تحت الدراسة، هي دراستها ما بتتحمل أكثر من يوم، وهاي الدراسة موجودة عندنا وجاهزة من لما استدعوا الإخوان ومن لما أجونا عن طريق المتصرف. جميل. اللي بيصير خلينا نحكي أول شيء يعني عموميات أو تاريخ للموضوع. إحنا في شركة مياهنا وحسب نظام المشتركين لمشتركي المياه والصرف الصحي، الصرف الصحي بالكامل هو على حساب المواطن بالمناطق المخدومة، لهم منطقتهم مخدومة بالصرف الصحي من الشارع العلوي، والجماعة بدهم يخدموا على الشارع الأسفل، لأنه زي ما بتعرفي وزي ما بيعرفوا الأخوة المشاهدين الصرف الصحي بده ينخدم بالانسياب الطبيعي، يعني للمنطقة اللي أخفض. نعم. الجماعة المنطقة اللي أخفض ولسوء تنظيم بالأراضي هناك لازم يمروا من عند المجاورين، والمرور من عند المجاور لما كان في يعني قانون الدفاع كانت سلطة المياه وشركات المياه تقدر تمر من أراضي المواطنين بدون الرجوع للمالكين. الآن ما بظل يعني ما فيش قانون دفاع وهذا وضع طبيعي، لازم نأخذ موافقة صاحب قطعة الأرض حتى يمرر جاره. هاي الموافقة الجماعة هذول حتى ينخدموا بالانسياب الطبيعي لازم يأخذوا موافقة المجاورين، يعني لا قلنا ما فيش مصاري ولا قلنا في مصاري، الموضوع مش موضوع مصاري، المنطقة مخدومة بالكامل، في بعض البيوت مش مخدومة بالشارع اللي ذكرناه، وهذا واجب خدمتهم على نفسهم، يعني هم بالنظام لازم يخدموا نفسهم بنفسهم على حسابهم الكلفة. نعم. في حق مرور من الجيران لازم هم يحكوا من جيران مع جيرانهم يأخذوا موافقة من الجار بطريقة خلينا نحكي يعني بحسن جيرة مجانا، أو يدفعوا له فلوس يقدر يمررهم من عنده، بيمرر خطوط الصرف الصحي الخاصة فيهم من عنده. الخيار البديل هو خيار الضخ للشارع العلوي، هلا الشارع العلوي اللي هم بيطلوا عليه يعني قطعة الأرض تبعتهم مخدومة منه، هو شارع مخدوم بالصرف الصحي وما في مشكلة، بحاجة إنهم يضخوا هاي الحفر الامتصاصية إلى الشارع العلوي، يعني أمامهم خيارين، إما الضخ للشارع العلوي وإما المرور من الشارع السفلي عن طريق المجاور وبحق مرور رسمي بيكفلوا النظام، لأنه صاحب قطعة الأرض هو الذي يملكها وهو صاحب الحق للتصرف فيها. الشارع هذا تحديدا هو من ضمن يعني خلينا نحكي حوالي 14% من مشتركين المياه في عمان اللي مش مخدومين بالصرف الصحي. نعم. يعني هذا نسبة خدمة الصرف الصحي في منطقة خدمة شركة مياه هنا هو 81%، يعني 81% من مشتركين المياه في شركة مياه هنا في محافظة العاصمة مخدومين بالصرف الصحي، يبقى 19% هدول الجماعة الشارع اللي ذكرناه، شارع الحر بن عبد الرحمن الواقع في منطقة المنارة، هذا الشارع تحديدا هو من ضمن ال 19% اللي مش مخدومين واللي فيه لهم سبب يعني حكيناه لعدم الخدمة. الآن الطريقة الوحيدة للمساعدة في هذا الموضوع حكينا لهم ويجوا الجماعة راجعونا، ما قلنا لهم بدها رئاسة وزراء ولا قلنا تحت الدراسة، هي مدروسة وكانوا يتفرجوا على الدراسة لما يجوا، يعني الأخ أبو محمد السوري الملقب أبو محمد السوري كان تيجي زوجته عندي على المكتب والمجاورين يجوا ويشوفوا المخططات كل شيء جاهز عندنا، ولكن موضوع الخدمة هو على حسابهم، يجب أن يكون على حسابهم. يعني مهندس أنت بتقول إن هم فاهمين، أنت حطيتهم بالصورة فهمتهم بالضبط الوضع شو؟ 100% تماما، هم بيعرفوا أنه بدهم حق مرور من عند مجاورينهم، وإذا الأخ ربيع لازال في الموقع لازال، أنا طبعا مش شايف التلفزيون يعني ما في مشكلة إحنا نتواصل معه تفضل، بيقدر يسألهم ويعرف، يعني هم بيعرفوا أنه بدهم حق مرور من عند جيرانهم.
نعم. طيب شو الحل اللي قدمت لهم إياه؟ شو الحل اللي بتقدر تساعدهم فيه مهندس؟ الحل إحنا استعدنا لهم يعني لحد نهاية العام الماضي استعدنا لهم بالمشاركة بالكلفة بقيمة 50%. قلنا لهم نعم. قلنا استدعيات من المنطقة شركة مياهنا ستساهم ب50%. يعني لما شفنا المعاناة شديدة والأثر بيئي وصحي. جميل. تعاون جميل. نتجاوز الـ يعني النظام لصالح المواطنين بانه يساهموا بقيمه 50%. يعني احنا نساهم ب50% من الكلفه وهم يساهمون ب50%. طيب مهندس جريس بصراحه ما برجعوا يعني شو رايك تضلك معنا نرجع لزميلنا ربيع ونسمع يعني ينقل لهم الصوره بايجاز ونسمع ردهم على الموضوع. خليك الله يخليك ربيع مره ثانيه بنرجع لك. نعم نعم نسرين يعني ردا على كلام المهندس جيريس استمع إليه بعض سكان هذه المنطقة ويريدنا الرد يعني بخصوص يعني نتعرف عليه. أنا اسمي حسن محمد نجيب. أستاذ حسن يعني المهندس جيريس بحكي أنه هناك مشكلة من بعض الجيران أن البعض يرفض تمديد الصرف الصحي من داخل عقاره ومن داخل قطعة الأرض. فماذا هو رده؟ نعم هذا حكي أخي سمعنا إحنا من زمان والأخ جيريس نعم أعطانا. إحنا فعليا شخصيا قدمنا طلب وأنا شخصيا مشيت فيه الطلب وقدمنا اعتراض على شركة مياه هنا وقدمنا لهم استدعاءات لعل وعسى أنه أحد منهم يستجيب لكن نعم. يعني بصراحة اكتفينا من صوت المياه بس فقط بالوعود والوعود تلو الوعود الوعود تلو الوعود. هو بحكي لك أنه في مشكلة عندكم أنه في ناس رافض يمدد الصرف الصحي عنده بالعقار. والله أنا بذكر الأخ جيريس بحكي له يعني عند تعارض المصالح تغلب المصلحة العامة. يعني مستحيل أنه يكون كل أهل الشارع يعني وجودهم يتوقف على موافقة شخص من الناس أو شخص من يعني من 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 الحارة. يفترض إنه 70 منزل من منازل المنارة يعني تغلب مصلحتهم العامة على المصلحة الخاصة. بعدين هي عبارة عن قطعة أرض يعني يفترض أن تخدم الجميع. يعني أنا إنسان فرضا لما أكون أنا مانع إنه 70 من أهل المنطقة يمروا من أرضي يفترض إن سلطة المياه تتخذ إجراء المناسب يعني ويجبروني بالإجبار حتى لو بالإجبار. هي مصلحة عامة أخي تغلب على المصلحة الخاصة وقت اللزوم. نسرين هذا هو رد سكان هذه المنطقة. ما بعرف هل معك المهندس جيريس؟ نعم يعني نعم هذا هو رد سكان هذه المنطقة. هم يقولون أن المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة ولا يجب أن يعني نعتمد على موافقة شخص لوقف تمديد مياه الصرف الصحي لأحد سكان هذه المنطقة. نعم ربيع. مهندس جريس سمعت ردود المواطنين؟ نعم يعني معك أنا تمام. تفضل. طيب مهندس جريس يعني مثلا يعني إيش ممكن نقدم لهم؟ كيف ممكن نخدمهم؟ هي يعني هل من الممكن تغيير مثلا المخطط المشروع الذي تقدمتم به؟ إحنا أخي علي لو في مجال إنه ما نمر من قطعة أرض المواطن يعني هذا آخر أمل. إن لما بيكون ما في طريق نضطر نمر من قطعة أرض المواطن وبموافقته. يعني المصلحة العامة ما بتيجي بتستملك على تستملك أو تستولي على الأملاك الخاصة. هذا مش وارد كمان. يعني تخيل هو إنه قطعته هاي يعني طبعا بس مش يعني هل صار في مفاوضات محاولة مثلا مناقشة الموضوع مع المالك؟ احنا مش دورنا نناقش مع المالك. انا ما بقدر اناقش مع المالك. انا طرف. هم بحق الجيري صحيح. ممكن يروحوا عنده يناقشوا ويقولوا له بدنا نمر ممكن يمررهم. يعني انا ما بقدر اروح اناقش مع المالك اقول له اعطيني قطعه ارضك. هذا الحكي مش وارد صحيح. انا طرف رسمي وما بصير المصلحه العامه اللي بتفضل فيها برضه تستولي على حقوق المواطنين. يعني هذا مش وارد الحكي. طب مهندس جريس يعني انت عم تستنى هلا اتفاق نعتبر بين الجيران بين بعضهم يعني يا تاخدوا انتوا بالنسبة لكم تستنوا موافقة نهائية من الجميع بالرضا للمباشرة بالمشروع مش هيك؟ هذا اولا والمساهمة ثانيا لانه والمساهمة ب50% المنطقة مخدومة. هي المنطقة مخدومة بالصرف الصحي وانا ما بروح بختمها مرة ثانية. مخدومة والكلفة حسب النظام هو على المواطنين. استعدينا انه نتجاوز هذا الحكي ونقبل منهم مساهمة 50%. يعني هم الجيران بدون مؤاخذة تكاليف نضح الحفر الامتصاصية اللي عندهم لو بيقدموا لشركة مياه هنا بيعتبر هذا مساهمة. عرفت كيف؟ يعني مهندس جريس انت الحقيقة وضحت الموقف تماما بتخيل جميل. الصورة المفروض تنتقل للمواطنين يعني بصورة نهائية زي ما انت حكيتها. اذا لازم يتفقوا بين بعض ويوصلوا لقرار نهائي بالموافقة ومن ثم المساهمة بكلفة 50% من المشروع مش هيك؟ نعم نعم نعم. شكرا مهندس جريس دبابني مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة مياه هنا. اذا ربيع بتقدر تنقل الرسالة للمواطنين بدورك ويعني في بندين أساسيين لازم يكونوا موجودين حتى يباشروا بهالمشروع وزي ما حكى المهندس ما بيقدر يتعدى على ملك خاص حتى لو كان للمصلحة العامة. شكرا ربيع.
شكرا ربيع. شكرا ربيع وشكرا للمصور يوسف رحاحلي بالتأكيد وكادر العمل.